بعد ما أهداها أغنية أيوة بسببك قادر أكمل، طلاق الفنانة علياء بسيوني من زوجها الفنان أحمد سعد. يا ترى القصة؟ تصدر اسم الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني ترند محركات البحث بعد انتشار خبر طلاقهم. وأعلنت عارضة الأزياء علياء بسيوني عن طلاقها المفاجئ من الفنان أحمد سعد، وأوضحت أن سبب الطلاق هو رغبة زوجها، وذلك بعد زواج دام الأكثر من سنتين. فقالت عبر ستوري ليها عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، وحابة أشكر أحمد جدا على أصره الغير طيب ومعدنه السيء، وحابة أقول له شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكان يقبلها عشان الأسرة دي. وأضافت: وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة أنه ينتهي، شكرا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة بنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك. وختمت: أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة وببني وبضحي وبتنازل عشانها، وإنت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت. أما عن الفنان أحمد سعد فإلى الآن لم يصرح بأي شيء عن طلاقهم، وعلق الجمهور على طلاقهم قائلا: كان لازم تاخدي بالك من الطحال يا مدام.